مرحبا أعزائي، إن رجعنا وياكم وذكرى وتعاملنا كذلك ويا الحجر. راني أحب الحجر وأسرار الحجر، مثل ما تشوفون أنواع الحجر عندي. هذا الأحجار اللي يعني جزء من اللي عندي، يعني هذه اللي اقتنيتها قبل مدة، اختاريتها من مكانات بيها مصورة وغير مصورة، وبيها هذا شبيه بدر النجف، يعني كل الجميلة بيها في الشغلات النظيفة والإمارات وهذا المعادن. أنا اليوم طبعا راح أسوي هذه الفكرة. هذا الحجر يمكن شايفيه قبل مدة بلفظ الجلالة، إذا أدني مصور، مصورنا مبدع، هذا جو يصير هنا. أنا وأنا قبل عملتها بعمل، لكن ما أدري العنوان اللي خليته اليوتيوب ما تقبله، ما اعرف شنو السر، بس حبيت اغير في الشيء. يشوفون هذه الساعة عاطلة، وهاي يمكن اللي تذكروها بايام قديمة وسنين قديمة دخلت هند العراق، هو الساعات الصينية او اليابانية. فهاي عاطلة اشتريتها من مكان فكرت في الشيء، يعني اغير بيها شيء واحفظ بيها هذا الحجر الثمين واعطي قيمته وامزجه ويا هاي الكلام او اسم الله. مثل ما تشوفون هذه الساعة، يعني هي فكرتها هاي تتحرك، اذا تتذكرون اللي كانت عندهم مثلها او موجودة. وهاي الساعة انا راح اخلي، احاول هذا اخليه هنا وحركته تكون معينة او بطيئة، وهذا الحجر راح ياخذ مكانه هنا، يعني داخل هذا الصندوق الجميل. واحاول انطيها الحجر هذه قيمتها، و لأنها يعني تحمل اسم الله، هذه أعطيها قيمتها وقدسيتها. احنا ما نعطي قيمتها أكثر ما نحطها مكان، يعني قيمتها أكبر وأكبر، فنحطها مكان جميل ومكان يعني يكون أجمل. هسه انتوا راح تشوفون وأنا أشتغل، هذا راح أفتح أول مرة هذا المكان، أحاول أفتحه حتى ارفع ذني من أنا بعد ما يعني ثبتت هاي، رفعت الساعة وثبتت القماش الأسود، مثل ما تشوفون ثبتت الحجر، راح أحاول أستغل هذه، يعني اللي أرش هذا، يعني أعطيني جمالية هذا المكان، يعني شبيه مثلا السواد أو الليل، وهاي النجوم هنا تكون يعني فد حركة فنية بسيطة. أحاول أثبت الصمغ يعني مكانات، حتى يمن أرش هذا والزايد أذبه، أريد يعني مكانات ثانية أختارها يلزق بيها.
مثل ما تلاحظون أعزائي، يعني هذا الشكل، وراح أكمله وإن شاء الله راح يشوفوه خطوة خطوة ويركون بالنهاية. أحبائي مثل ما تلاحظون وصلنا على هذا الشكل الحجر اللي استفادينا من عنده، واستفادينا من الإطار مال الساعة العاطلة أول ما تشتغل، واستفادينا من الوقت طبعا. يعني اليوم عندي مجال يعني كم ساعة وعطلة، فاستفاديت منها أن أنزل هذه الفكرة لكم اللي يستفادوا منها بعض الأخوان من شغلات اقتصادية لهم أو شغلات جمالية أو شغلة هدية، يعني يستعملوها ويسووها، يريد يهدوها إلى شخص، وتقدرون تخلون أي نوع حجر أو أي نوع، حتى صور تقدرون صورتكم الشخصية لطفل كذا تخلوها بهذا المكان الساعة العاطلة أو ما تشتغل. وإن شاء الله نالت إعجابكم، ولا تنسونا بالسبسكرايب أو لايك وملاحظاتكم، وإلى لقاء ثاني إن شاء الله بفكرة ثانية واستثمار الوقت بشكل ثاني وبشكل أفضل. تحياتي لكم.